فوز الاهلي امبارح النادي الاهلي فاز على الهلال السوداني بنتيجه 1-0 في المباراه اللي اتلعبت على استاد الاهلي والسلام ضمن الجوله الاخيره من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. النتيجه دي خلت النادي الاهلي خلاص يصعد كمركز ثاني في المجموعه. خلونا نقرا فنيات المباراه وفرص الاهلي القادمه في بطوله دوري ابطال افريقيا مع الناقد والمعلق الرياضي محمد عفيفي. صباح الخير عليك يا محمد. صباح الخير استاذ محمد، صباح الخير استاذ هانم، وصباح الخير على كل مشاهدي. صباح الخير يا مصر اينما كانوا. صباح الخير يا عفيفي. يا اهلا بيك. كده خلاص الاهلي صعد، لكن فنيا مستوى الاهلي كان عامل ايه امبارح؟ طيب، هي المباراه كانت صعبه بشكل او باخر. نسخه هذا الموسم من دوري ابطال افريقيا بتقدم نسخه مميزه من الانديه السودانيه، المريخ والهلال. والهلال دايما بيكون حجر عصر امام نادي الاهلي، بيكون صعب المنال. لعب بالامس تحت الكوره، كل لاعبي الهلال لعبوا تحت الكوره وبيعتمدوا على الهجمه المرتده، لانهم كان عندهم اوبشن واحد او فرصه واحده هي الفوز، وده اللي قلق شويه النادي الاهلي. الاهلي او بيتسو موسيماني لعب بطريقه لعب مميزه، ولكن فكره انه تستغل الاطراف بتاعتك دون ان يكون هناك لاعب مجيد لفن توجيه الضربات الراسيه، فده مش حلو. يعني محمد شريف ما بيعرفش يتعامل مع ضربات راسيه رغم ان هناك قدره كبيره جدا من الاطراف، وده ما كانش فيه استغلال بشكل او باخر. هو بيتسو موسيماني دايما ما بيختار، ممكن لعيبه كويسه، ممكن تشكيله مميزه، ممكن طريقه لعب مميزه، لكن حاله اللاعبين والكيفيه في التعامل على ارض الملعب وده ما كانش حاضر في الشوط الاول. حتى البطء اللي كان موجود مع تحضير لاعبي النادي الاهلي، وده كان في الشوط الاول واضح جدا وسبب انه الشوط يخلص تعادل سلبي وما يكونش فيه محاولات اكثر جديه على مرمى الهلال السوداني. في الشوط الثاني، لانه بيتسو موسيماني عنده التو اوبشنز او حلين على ارض الملعب، اما التعادل او الفوز، فده ريحه شويه في انه يسحب محمد شريف ويبقي على بيرسي تاو اللاعب الجنوب افريقي ويلعب بشادو سترايكر او مهاجم وهمي، وادى بقى حريه الحركه مع الشفتات اللي كانت بتحصل في وجود حسين الشحات على ارض الملعب، في وجود احمد عبد القادر ومحمد مجدي قفشه وبيرسي تاو، وده اللي نجح فيه مع خلخله الدفاعات بعد نزول حسين الشحات، وده اللي عايزه جمهور النادي الاهلي من حسين الشحات. فكره انه بلغه الكوره ما يتفزلكش بزياده، ما يطولهاش تحت رجله، هو يا استلام وتسديده او لمسه واحده خلص من خلالها هدف الفوز اللي ريح جمهور النادي الاهلي، واللي بدا يظهر نسخه مميزه من حسين الشحات زي ما كان في العين الاماراتي، زي ما كان مع مصر المقاصه، او حتى في كثير من الاحيان مع النادي الاهلي. في المجمل الاهلي قدم مباراه الى حد كبير جيده للتاهل. المهم ان هو تاهل من دور المجموعات. دايما بنقول ان دور المجموعات مش مقياس بالنسبه للنادي الاهلي، لانه عانى في النسخه الماضيه ولكن حقق لقب ثاني على التوالي، لكن المشكله في هذه النسخه انه المواعيد بتاعت المباريات قريبه. احنا القرعه باذن الله غدا يوم الثلاثاء، قرعه الدور ربع النهائي باذن الله في 3 عصرا بتوقيت القاهره، والدور ربع نهائي مبارياته تبدا يوم 15 او 16 مباريات الذهاب و20 او 21 مباريات الاياب بالنسبه للدور ربع النهائي، ثم في مايو مباريات نص النهائي والنهائي مباشره. لازم النادي الاهلي يلم نفسه ويعالج الاخطاء بشكل ايه هي بقى الاخطاء يا عفيفي؟ يعني الثغرات اللي بيعاني منها فريق الاهلي خلال مبارياته اللي لعبها في بطوله دوري افريقيا كلها؟ بالتاكيد في اخطاء دفاعيه اتعدلت في مباراه الهلال. انا شايف انه واحد زي كريم فؤاد من افضل اللاعبين اللي اكتشفوا في الجهه اليسرى من خلال التاكلنج او استخلاص الكوره او التعامل الدفاعي الهجومي ذات رئات ثلاثه، بيعرف يكمل المباراه بشكل مميز جدا، يدي دافع اكبر حتى لمحمد هاني ولو موجود على دكه البدلاء، فبدا يصلح من بعض الاخطاء الدفاعيه. فكره البطء في التحضير، فكره انه انت لما تستغل الاطراف لازم يكون موجود ما فيش عنده غير حسام حسن، يبقى في سترايكر، يبقى في مهاجم صريح موجود داخل الصندوق بيعرف يستغل. لو هتلعب على العمق لازم تلعب بمهاجم وهمي، او حتى توظف محمد شريف كمهاجم وهمي، مش لازم يطلع ويكون موجود حسين الشحات في كل مره مع بيرسي تاو. بيرسي تاو في كتير من الاحيان ما بيقدرش يكمل كتير على ارض الملعب تحديدا في الشوط الثاني، وبيفقد الكثير من الكرات، فلازم يكون هناك حلول تكتيكيه تتناسب كمان مع اللي جاي له، لان القرعه بكره هتوقع الاهلي اما امام الرجاء المغربي او الوداد المغربي او الترجي الرياضي التونسي، ثلاث فرق ثقيله جدا موجوده في دوري ابطال افريقيا، وما اتمناش ان احنا نقع مع الانديه المغربيه تحديدا، لانه الملاعب هناك بتكون كامله العدد بالحضور الجماهيري. نتمنى ان الحضور الجماهيري في القاهره في مباريات النادي الاهلي القادمه باذن الله، حتى او كان مع الترجي او الهلال او الرجاء او الوداد، تكون بعدد اكبر. كلها فرق كبيره يا عفيفي، في النهايه كلها فرق كبيره وهتادي وهتنافس قدام النادي الاهلي. موسيماني هيعمل ايه الفتره اللي جايه؟ ما عندوش وقت كبير انه يعمل حاجات كتير، لانه هيلعب يوم الاربعاء امام الاتحاد السكندري مباريات متلاحقه كبيره جدا كبيره جدا. اعتقد انه هيفكر بس فكره دراسه الفرق الاخرى، مين هيجي له بكره في القرعه، ويبدا يذاكره بشكل اكبر علشان يقدر يلاقي التوليفه الانسب اللي تناسب طريقه اللعب المميزه، لانه مباريات رايح جاي،
الاهلي هيلعب مباريات صعبه جدا، اعتقد انه مع ضغط المباريات ممكن يطالب على فكره بتاجيل بعض المباريات في الدوري، لكن الامور هتكون صعبه جدا. الاهلي قادر طبعا، قادر لانه عنده لاعبين مميزين جدا يقدروا ان هم يحافظوا على اللقب للعام الثالث على توالي ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي. بنشكرك محمد عفيفي الناقد والمعلق الرياضي، شكرا جزيلا ليك.